السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى. اليوم العشية طلعت للسطح عندي وكيبانوا لي الجبال ديال قمم جبال الأطلس مكسوة بالثلج. الحمد لله الذي رحمنا، الحمد لله الذي سقانا بهذه الثلوج وهذه الأمطار خلال أسبوع المنصرم. اللهم صيبا نافعا، اللهم حوالينا ولا علينا. هاد المنظر هذا أول خطرة هاد السنة هذه. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. اللهم لك الحمد، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. فانتزوا الطيور اللي عندي في السطح في الفوليير، فكما كتشوفوا هذا البلو غورومو نورمال، وكاين حتى لوبالين معاه لان كيعطيك. عندي زوجت كوبلا فيها بلو جولدن سينجل فاكتور نورمال بلو مع نتوى سينجل فاكتور نتوى عاديه نورمال ماشي جولدن، ولكن لوبالين كيعطوني فريخات متنوعه والبالين نورمال. هذه كوبله وحده، هذو الوليدات ديالهم. هذه عندي كوبله وحده اللي عندي هنا ولادها. ستاند جولدن مع باند دوبل فاكتور، باند دوبل فاكتور دابا كروازيتو مع نتوى سبانجل، نتوى سبانجل سينجل فاكتور. وكيعطيني في العش ديما كيعطيوني سبانجل سينجل فاكتور او باندد، والباندد اما كيطيح ليا صح ليا فريخ ديال الباندد دوبل فاكتور، وكاين وكيطيح في خاصة باندد سينجل فاكتور، وفيهم الجولدن خرجوا تقريبا في العش كلشي جولدن. الام وحده، الام هي زوجة، هي هذه اللي من هنا دابا، هاد الزوجة هي هذه راه كتطعم بعضياتها. هذه كاين الام وهذاك هو الاب، هذوك ابناء ديالهم. اللهم بارك. كانت تولع شويه نقول ما كنبغيش نخليوها خاويه، ان شاء الله بحول الله غادي نحاول ندخل واحد اخرى. عندي واحد الكوبلة ديال واحد الطفرة جديدة نديرها ان شاء الله هنا في هذا الفوليير بإذن الله. هنا هي السر، بحال مالينو شرابة وحدة وهو كيتبدل الماء علافة وحدة شي فيحات. عندي السيبيا كاينين معاهم هنا صنديقات وشوى فيما عجبها كتدخل، حتى الفريخات حتى الوليدات ملي كيطيحو داكشي كيطلعو كتعجبهم شي صنادقة كيدخلو ليها. وجبال الأطلس هاهي غروب الشمس، بداية غروب الشمس ديال هاد النهار هذا. هذا مكان الخوت، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله.